فريد تعال نحكي شوي. رح تمرق هاي الأيام، مرق عليكم أصعب منا وهي رح تمرق كمان. نحن اثنين تعبنا كتير مرتين، خلص انتهينا ولا ما عاد عندي صبر. لا تحكي هيك، شوف اللي صار مع عائشة مو قليل أبدا، لازم توقف معه منيح بهالأيام الصعبة، أنت اللي لازم تكون قوي فريد. مرت عمي، وأنا تعبت وأنا انتهيت، يعني ما بعرف بدي لملم حالي ولا بدي لملم جراحة لعائشة، ما بعرف. تعبت كتير واحترت شو أعمل. والله فهمانة عليك كتير منيح فريد، بس بعرف أكثر شو اللي حاسسته عائشة هلأ ابني. فقدان الولد ما بيشبه أي وجع تاني، ما فيك تقارن هالوجع مع أي شيء تاني. معك حق، والله معك حق، اللي صار بعائشة تقيل كتير، بس كمان صار معي أنا، فقدت ابني مثلك. يعني صح أنا ما كنت حامله ببطني، بس كنت حامله بقلبي، كبرته بقلبي، وأنا حلمت واستنيت ابني على حر من الجنة، بس ما لنا نصيب إنه نشوف، يعني نروح نموت حالنا إذا راح الولد. عائشة تغيرت كتير، ما عم تطلع من وشي، حتى إنها ما عم تسمح لي ألمسها. أنا حاسس حالي عاجز تماما. الاثنين اللي ما بيتشاركوا بالهم والوجع وما بيقدروا يساندوا بعض حتكون آخرتهم يفترقوا يا ابني. أنت وقفت معها بدمك وروحك وما تركتها لحالها لحظة، حتى وقفت ضد عائلتك، وبلحظات كنت رح تتبرى من أمك وتمشي. بس لا تنسى أني واقفة معك وجنبك دائما بدون أي شروط. أنت في عندك عائلة واقفة وراك مثل الجبل، وأمك وراك دون ما أنا عايشة، أنت في وراك سندي الوحيد، وأنت مالك عاجز، أوعك تنسى هالشي. لازم تروقوا على بعض، انتو بحاجة شوية وقت لتتجاوزوا القصة اللي مرقتوا فيه سوا، مو قليل ابدا، وهي كمان رح تمرق ان شاء الله. يا ريت امي جنبي هلا، كنت رح قلها دليني وانصحيني شو اعمل، قليلي اذا غلطانة، بس هي مو جنبي، ما في عندي حدا اقدر اسند راسي على كتفه يا موجي، ولا في عندي حدا يحضن. لا تقولي هيك اختي عائشة، انا موجودة، انا جنبك، وفي عمي. لا تقولي هيك بترجاكي.